قم بشراء أجمل الملابس الرياضية من موقعنا واحصل على خصم 5%. أجمل القمصان بأقل الأسعار وبجودة عالية لا يمكن أن تجدها في متجر آخر. رابط الموقع وكود الخصم في صندوق الوصف. أولاً، هذا الفيديو ليس ببرنامج تدريبي. سوف نعرض عليكم 7 تمارين على الأرجح الكثير منكم لم يفعلها من قبل، تمتاز باستهداف مناطق معينة لتضخيم عضلة الظهر. نبدأ بالتمرين رقم 1. هذا التمرين يستهدف عضلة الظهر من الأسفل صعوداً إلى الأعلى، ويعتبر تمرين خارق لعضلة الظهر، وأنصحك بتجربته. كما تشاهدون طريقة لعب التمرين، يلعب على كرسي البنش بريس بزاوية 45 درجة، ويفضل لعب في بداية الحصة. العب 3 مجموعات والتكرارات تتراوح ما بين 8 إلى 12. التمرين رقم 2. يعد هذا التمرين من التمارين الرائعة جدا، حيث يمتاز بلعب كل يد لوحده، وبالتالي سوف تضمن نتائج فعالة جدا، خصوصا لمن يبحث عن تعريض عضلة الظهر. سوف تلعب في هذا التمرين 3 مجموعات، كل يد سوف تلعب فيها 12 تكرار، ومن الأفضل أن يكون لديك حزام الظهر. التمرين التالي، هذا التمرين بمثابة لعب التمرين السحب بالبار، ولكن عند اللعب بهذه الوضعية، أي لعب كل يد لوحدها، فأنت تضمن لنفسك استهداف زوايا أكثر، حيث لديك في هذا التمرين حرية أكبر في الحركة، على عكس التمرين السحب بالبار. ولا تقوم في هذا التمرين بأقل من 3 مجموعات والتكرارات 12 لكل جهة للحصول على أفضل فوائد من هذا التمرين لعضلة الظهر. التمرين رقم 4. أولا، من المهم أن يكون الظهر مستقيم أثناء لعب هذا التمرين، ويفضل عدم لعب هذا التمرين إذا كنت جديدا في رياضة كمال الأجسام، نظرا لصعوبة في لعب هذا التمرين. ومن أهم الزوايا التي يستهدفها هي عضلة الظهر الخارجي. سوف تلعب 3 مجموعات والتكرارات تلعب 12 لكل جهة. ركز معي، إذا كان لديك ضعف في عضلة كبيرة، فيمكنك تدريبها 2 مرات في الأسبوع لتطويرها بسرعة. هاي صديقي، لا تنسى مشاركة الفيديو والإعجاب به لتشجيعي، شكرا لكم. التمرين الخامس، سحب البار بقبضة معكوسة كل يد لوحدها. من التمارين التي لا يجب عليك الاستغناء عنها، سواء لعبها بهذه الوضعية أو بالطريقة العادية، تستهدف بها عضلة الظهر الشبه المنحرف، وهذه بعض النقاط التي قد تؤثر على نمو العضلات بصفة عامة. لا تتكلم أثناء لعب التمارين، لا تهمل شرب الماء، لا تتمرن الأرجل مع الظهر بيوم واحد، لا تتمرن لساعات طويلة، لا تتمرن على بطن فارغ، وأهم شيء لا تتمرن بأوزان تفوق قدرتك البدنية.